ماذا لو وقع المحظور واندلعت حرب نووية بالفعل؟ ليس في التاريخ المعاصر أي سابقة نووية هددت العالم باستثناء القصف الذري على هيروشيما وناغازاكي عام 1945، فهل يتكرر السيناريو بين روسيا وأوكرانيا؟ وفق تقديرات العسكرية، لو أطلقت روسيا صاروخاً نووياً واحداً عابراً للقارات وسقط في أي مدينة، ستظهر خلال أقل من ثانية كرة من البلازما الحارة جداً أكثر من الشمس، تمحو كل ما هو موجود ضمن شعاع كيلومترين أو ثلاثة من مكان الانفجار. وفي أقل من 20 ثانية تتكون كتلة ملتهبة تحرق كل ما تقابله حتى 30 كيلومتراً، بما في ذلك البشر والأشجار والمنازل والمواد البلاستيكية والملابس، ويلي ذلك تدمير المنازل وأعصار هائل من الدرجات الخامسة. هذه الواقعة قد تودي بنصف مليون نسمة، وأكثر من مليون مصاب لن يكون في مقدورهم الحصول على الإسعافات المطلوبة، لأن البنية التحتية تكون قد دمرت بالكامل. ويستتبع هذا السيناريو الكارثي ارتفاع هائل في الإصابات السرطانية للأجيال التالية من الناجين، والأخطر هو انتشار الغبار النووي، أي الرماد المشع المتبقي الذي دفع به إلى الغلاف الجوي بعد الانفجار، ويمكن أن ينتشر هذا الغبار مئات من الكيلومترات حول موقع الانفجار. وفي حال حدوث انفجار نووي، ينصح الخبراء بالتخفي لمدة 72 ساعة في الأنفاق خشية التعرض للغبار النووي.